فيجان دايت بيعتمد على تناول كل ما هو من المصادر النباتية، وبيستثني تماما كل ما هو من المصادر الحيوانية، سواء كان من الدواجن أو من اللحوم أو من البقري أو الغنم أو الأسماك، حتى البيض والأجبان والألبان والحليب، هيدا كله يستثنى من الفيجان دايت. الشيء الثاني اللي يمكن مش كل الناس بتعرفه اللي كمان يستثنى من الفيجان دايت هو العسل، لسبب بسيط إنه من النحل، والنحل يعتبر كائن حيواني. هلا في عدة أسباب، أحدها هو إنه هيدا النظام صحي أكثر من النظام اللي بيحتوي على المصادر الحيوانية، لأنه ما في كمية دهون كتيرة، وبنفس الوقت بيساعد على التمتع بصحة جيدة، بيساعد على التحكم بضغط الدم، نسبة الكوليسترول بالدم، تحكم بنسبة سكر الدم. الدراسات بتقول إنه جميع الأعمار وجميع يعني الأشخاص اللي هن بيتمتعوا بصحة جيدة وحابين يعني يلتزموا بالنظام الغذائي الفيجن ما في أي مانع وما بيسبب أي مشاكل، ولكن في بعض الأشخاص اللي عندهم استعداد لحالات صحية معينة، مثلا القولون العصبي، أمراض بالجهاز الهضمي، حساسية غذائية، لأنه في كتير أشياء يعني بالنباتات بتسبب هالمشاكل هاي.